السؤال، هل لو فيه إنسان عايزة تعيش البتولية في العالم هل هذا صح أم خطأ؟ وخصوصا إن أهلها عمالين يقولوا لها إحنا مش هنعيش له العمر كله، فهل هذا صحيح؟ وليه الولد لو حب يعيش البتولية في العالم مسموح له والبنت غير مسموح ليه؟ الولد ممكن يفتح بيت لوحده ويقعد فيه لوحده، البنت ما تقدرش تفتح بيت لوحدها وتقعد فيه لوحدها، يخشى عليها. ممكن البنت تعيش في البتولية بس برضو زي ما اهلها قالوا لها احنا مش هنعيش لك العمر كله، يعني تكون حاطة فنخها، هل ممكن تقدر تقوم بنفسها لوحدها ولا لا؟ ودي مخاطرة برضه. في بنات بيعيشوا البتولية كمكرسات خادمات، ودول اسمهم في رعاية الكنيسة، فالبنت بتبقى حاجة من ثلاث حاجات، اما بتكون في رعاية اسرتها ابوها او امها او الاتنين مع بعض، او في رعاية زوج، او في رعاية الكنيسة. لكن كون انها لا تكون في رعاية اسرتها ولا في رعاية زوج ولا في رعاية الكنيسة بخطر عليها. والبنات كل ما يكبروا في السن بيقل طلبهم، كل ما يزيدوا في السن بيقل طلبهم. الواد مهما كبر بيقدر يتجوز، لكن البنت لما بتكبر الفرص بتاعتها بتبقى اقل. الولد ممكن في اي وقت لو احب بنت يروح عند عيلتها ويخبط على الباب ويقول لهم انا عايز اتجوز بنتكم. لكن البنت لو احبت واحد ما تقدرش تروح تخبط على البيت وتقول لهم انا عايز اتجوز ابنكم. يعني في فرق بين الولد والبنت، لازم اللي بتسأل السؤال تحط في مخها هذه الفروق. الولد كبر السن عنده مش عيب، لكن البنت ساعات بيكون كبر السن عندها عيب.